بهيدي الأجواء الرائعة استقبل نحو 3000 متفرج لاعبي الهومنمن والهومنتمن على ملعب برج حمود، واللي تنافسوا على صدارة المجموعة الثانية بمنافسات بطولة لبنان للدرجة الثالثة، والفوز كان للفريق البرتغالي بهدفين مقابل هدف واحد. الهومنمن اللي كان بيكفي التعادل حتى يتأهل إلى المربع الذهبي، وجد نفسه متأخر بهدف من توقيع مع ماس كيهيان ابن النجم التاريخي للفريق تيرو كيهيان، واللي على ما يبدو عم يمشي على خطوات بيو. أول شيء بدي أهدي لكل اللاعبين وللجمهور اللي ضلوا معنا وكملوا معنا بهذا المسيرة. وقبل ما يلتقط لعبوا الهمم من أنفاسهم، كان اللاعب السريع كريستيان عم بيهز شباكهم للمرة الثانية وسط فرحة كبيرة للجمهور البرتغالي. بدي أقول لجمهور الهومنتمن أنه مرسي كتير لأنه أجوا شجعونا، لأنه ساعدونا كتير، ساهمونا بالجولين كتير، ساعدونا وشجعونا من كل قلوبهم، وبتشكرهم كتير. وبدي أقول رسالة أنه بدنا نطلع على درجة تانية 100% وبدنا نعطيك من كل قلبنا. جمهور الفريق الأحمر انكتب له يفرح مرة واحدة بهدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، لكنه ما تمكن من التعديل على الرغم من الفرص العديدة اللي ارتسمت أمام لاعبينه بالشوط الثاني اللي اعتمد فيه الهومنتمن على الهجمات المرتدة ونجح بالحفاظ على التقدم وبالتالي التأهل. الهومنتمن رح يواجه بالمربع الذهبي فرق الأهلي برج رحال اللي أنهى المجموعة الأولى من دون خسارة برصيد 22 نقطة بعد تعادله مع الأهلي برج رحال 1-1، والشباب حومين تحتها متصدر المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة بعد ما أنهى مبارياته بفوز كبير على الأمل معركة 5-0، والشرق اللي تأهل بجدارة عن المجموعة الرابعة برصيد 25 نقطة.